الرفيقات والرفاق مساء الخير. نلتقي اليوم لنحتفل بيوم الشباب العالمي والذي يصادف 12 من أغسطس من كل عام، وهو اليوم الذي أقره المؤتمر العالمي للوزراء المسؤولين عن الشباب الذي أقيم في لشبونة بالبرتغال بتاريخ 17 ديسمبر من العام 1999. وبهذه المناسبة فإن قطاع الشباب والطلبة بالتقدم أصدر بيانا بهذه المناسبة يقول فيه: شباب البحرين لهم دور في ميادين العمل الوطني، وهم حائط صد بمواجهة محاولات التفرقة والتطرف. يصادف اليوم السبت 12 من أغسطس يوم الشباب العالمي، وذلك تحت شعار سلام من صنع الشباب، وهي المناسبة التي ربطت بصورة مباشرة مع البند 16 من أهداف التنمية المستدامة الذي ينص على السلام والعدل ومحاربة الفقر. وبهذه المناسبة يؤكد المنبر التقدمي عبر لجنة قطاع الشباب والطلبة على دور شباب البحرين في كافة مجالات وميادين العمل الوطني، وإرساء قيم السلام والمحبة ومواجهة خطابات التفرقة العنصرية والكراهية والطائفية. كما يؤكد المنبر قناعته بأن الشباب هم المعيار في قياس اتجاه المجتمعات نحو التنمية والبناء والتحامها بالتقدم وإرساء أركان المستقبل الواعد. وتدعو لجنة قطاع الشباب والطلبة بالمنبر التقدمي في هذه المناسبة كل الأطراف والجهات المعنية إلى فتح حوار جدي هدفه النهوض الفعلي بواقع الشباب البحريني على أسس وطنية لا يصح أن تكون موضع جدال، ويكون الشباب أحد أهم دعامات هذا الحوار الذي من الأهمية بمكان أن يناقش قضايا وهموم بناة المستقبل، وأن يخرج باستراتيجية تشكل أجندة عمل مستقبلية تعزز دور شبابنا وتوفر لهم كل الفرص والإمكانيات وإعطائهم الحقوق الكاملة وغير المنقوصة، وكذلك الدور القيادي الذي يستحقونه بجدارة مع إشراكهم في صناعة القرار والتغيير. إن لجنة قطاع الشباب والطلبة في الوقت الذي تؤكد فيه على ذلك، فإنها في الوقت ذاته تؤكد على الدور الطليعي لشباب البحرين في مواجهة كل محاولات جر مجتمعنا وبلادنا إلى صراعات وانشطارات قائمة على التعصب والتطرف والانقسامات الطائفية والمذهبية على النحو الذي ساد في بعض دول المنطقة العربية وأدت إلى نتائج كارثية. واللجنة على قناعة بأن شباب البحرين هم على درجة من الوطنية والوعي بحيث يكونون على الدوام حائط صد لأي محاولات لجرنا إلى أي نوع من المنزلقات والصراعات. كما يهم لجنة قطاع الشباب والطلبة بالمنبر التقدمي أن تؤكد في هذه المناسبة على أحقية الشباب البحريني في الحصول على الوظائف المناسبة لهم، وتدعو إلى المسارعة إلى إنهاء ملف الباحثين عن عمل وخاصة في أوساط الشباب الخريجين، وإلى الشفافية في توزيع البعثات. كما تدعو إلى تقديم كل أوجه الدعم والمساندة للمنظمات والجمعيات الشبابية وتجاوز أي محاولات تهميشها أو حصرها في قوالب جامدة أو شكلية أو أدوار مناسباتية عديمة الفاعلية والتأثير، مع أهمية أن تكون هذه الجمعيات والمنظمات رافدا نوعيا لمسيرة العمل الاجتماعي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني، تعزيز مشاركة الشباب في العملية السياسية والتنموية في المملكة. قطاع الشباب والطلبة بمنبر التقدمي. وبهذه المناسبة فإننا نستضيف الرفيق أحمد عبد الأمير، عضو المكتب الشبابي بوعد والرئيس السابق لجمعية الشباب الديمقراطي الشبابية، ليلقي ورقته بعنوان الشباب في السياسات والاستراتيجيات والخطط في دول مجلس التعاون البحرين نموذجا، فليتفضل. شكرا رفيق خليل. أسعد الله مساكم جميعا بكل خير. في هذه الورقة هي محاولة لاستقراء موضوع السياسات والاستراتيجيات في دول المجلس مقارنة سريعة، وطبعا نركز على البحرين فيها. وهذه كانت جزء من دراسة عدتها مع المكتب التنفيذي لوزراء العمل
والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي. الشباب في الخليج والبحرين تقاطع التحديات، يمكن هو العنوان الرئيسي اللي أنا بنطلق منه. التحديات إذا بنتعامل معها في البحرين كجزء، طبعا هي في النهاية تحديات مشتركة بين البحرين وكل دول الخليج. في تقدير الشخصي بأن التعامل معها بشكل منفرد ما أوجد حلول أكثر من أنه فاقم من المشاكل نفسها. فالحلول المستدامة يجب فيها استغلال الموارد بشكل عام، الموارد اللي يتم استغلالها بشكل جماعي، والإمكانيات هذه الموجودة بين دول الخليج. ففي تقدير بأن لو كان في تنسيق بين دول مجلس التعاون لكان وضع حلول لهذه المشاكل يكون بشكل أفضل، يعني ويكون تكون حلول جذرية أكثر. طبعا الشباب يشكلون ثروة ديموغرافية، هذا موضوع معروف، فهم تربة خصبة لأول تحدي التطرف الديني. دول الخليج بشكل عام تعاني من مشكلة الشباب في الخليج عن مشكلة التطرف الديني، وهذا نتج عنه ممارسات عنيفة وتدميرية داخل المجتمعات الخليجية بسبب تأصل ثقافة الكراهية والغاء الآخر والانغلاق الفكري بسبب عدم الاستماع إلى دعوات تجديد الخطاب الديني وجمود قنوات الحوار الأفقية بين قطاعات المجتمع المختلفة في قطيعة بين قطاعات المجتمع، مما أدى إلى عزلة مجموعات كبيرة من الشباب التي أصبحت تربة خصبة لتبني الأفكار والدعوات المتطرفة. في تصاعد للهويات الفرعية في دول مجلس التعاون، طبعا هذه يمكن من يعني مترجم بشكل كبير عندنا احنا في مثلا موضوع الانقسام الطائفي في البحرين أو حتى الانقسام المناطقي في الدول الأكبر من البحرين. مستقبل، وهني أؤكد أن مستقبل وجود المجتمعات الخليجية يرتبط أساساً بمدى القدرة على التغلب على هذه الصراعات وتحقيق التنمية المستدامة في كل المناطق وفي كل الجهات والأقاليم، مع إشراك كل الهويات الصغرى في اتخاذ القرارات، كما أن أي محاولة للإقصاء سوف تؤدي للصراع الذي يهدد مستقبل الدول الشابة نسبياً في الخليج العربي. تعامل الجهات التنفيذية مع هذه التحديات، إجا التعامل طبعا بوضع حلول منفصلة. مثلا مشكلة البطالة يتم تسويقها هنا مشكلة شباب، وهي مو مشكلة شباب بس، هي مشكلة أعمق، مشكلة ضم فئات. البطالة تشمل المرأة، والمرأة لما نتكلم عنها طبعا هنا ما نتكلم عن المرأة الشابة بس، فنتكلم بأن في إشكال بأن تعامل الجهات التنفيذية إجا بحلول منفصلة، ما تم التعامل بجزء من كل. وضعت حلول للتحديات والإشكالات العابرة للفئوية مثل قضايا البطالة، التطرف الديني، وغياب الشراكة المؤسساتية، حلول مثل ما قلنا حلول منفصلة، ما كانت حلول متكاملة، ما تم إشراك كل المجتمع مسألة الحوار، وها من جهة عقب في شون تعامل بعض دول الخليج والبحرين في هذا الموضوع. يعني على سبيل المثال كل البحرين وكل دول الخليج فاهمين موضوع إشراك الشباب في شراكة الشباب وإشراكهم في مؤسسات اتخاذ القرار بالشكل التالي، إن أوجد أنا بؤرة إدارية، بمعنى مجلس أعلى للشباب، وزارة شؤون شباب ورياضة، أسوي لهم لجنة تحت المبادرة الاقتصادية الفلانية، ومن جهة عقب. فهذه الإشكالية هني هو التعامل الخطأ اللي صار في التعامل مع التحديات اللي يعاني منها الشباب في البحرين وفي الخليج العربي. طبعا مثل ما قلت لكم في هالورقة احنا راح نجي عقب على الاستراتيجيات. من المهم هني أكد أنه من المهم جدا استثمار كل المبادرات والتراكمات الشبابية والمبادرات المدنية والشبابية بالتحديد التي ساهمت في تنظيم المؤسسات ذات العلاقة بالقطاع الشبابي والعمل على ربطها أفقيا ورأسيا بالمؤسسات التي تتعامل مع قطاعات المجتمع الأخرى. وهني أنا أكد أنه كانت في مبادرات في فترة من فترات، معنا عندنا في البحرين على سبيل المثال بعد 2001 صارت في مبادرات، جمعيات شبابية كانت تتواصل مع الجمعيات النسوية، كانت تتواصل القطاع النقابات، صارت أشوف ما تكون هناك بقطيعة في الفترة الأخيرة في هذا التواصل، وهذه مفروض إعادة إحياء. نجي حق النصوص، شلون تعاملت النصوص بشكل عام في البحرين. عندنا ميثاق العمل الوطني، طبعا الفصل الأول واضح وأكد على موضوع المقومات الأساسية للمجتمع، وأكد الفقرة السادسة تحديدا على موضوع محورية الأسرة كونها اللبنة الأساسية للمجتمع ودور الدولة في كيان حفظ الأسرة والطفولة والأمومة والنشأ.
دستور المملكة أكد في الفقرة ألف من المادة الخامسة على موضوع رعاية فئة الشباب كانت واضحة. وطبعا اليوم في مطالبات كثيرة بدسترة المؤسسات الناظمة للعمل الشبابي وحوكمتها بما يتلام متطلبات العصر. وطبعا يعني الأمم المتحدة كانت واضحة جدا في هذا الموضوع. في اليوم مطالبات مثلا في المغرب عندهم في تم دسترة المجلس الوطني للشباب. في دول مثل الكويت تم في قانون من زمان لتنظيم اتحاد الطلبة. ففي اليوم مطالبات بدسترة وتنظيم هذه المؤسسات. الاستراتيجية الوطنية للشباب، هالاستراتيجية وضعت نسختها الأولى في 2004، شاركت فيها جموع شبابية، ومع الأسف اليوم يراوح تطبيق بعض بنود الاستراتيجية محلة بسبب عدم جدية بعض المؤسسات في المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية بشكل كامل. يعني مثلا هي الاستراتيجية وضعت، كل وزارة كل قطاع أخذ اللي عليه، صار في تنفيذ من بعض القطاعات من بعض الوزارات، ومع الأسف بعض المؤسسات المجتمع المدني تم تغييبها بالكامل مسألة التنفيذ، بعض الجمعيات والشبابية كل الجمعيات الشبابية تم تغييبها. عندنا بعد موضوع أنه ما في أي شراك، باقي المؤسسات ما قاعدة تأخذ دورها، وفعليا اليوم هي متوقفة ما حد قاعد يتكلم عنها. النسخة الثانية وضعت في 2008 وجامدة، المسودة الثانية منها رؤية البحرين 2030. طبعا الرؤية أكدت في على موضوع دور الشباب من خلال المبادئ الثلاثة، الاستدامة والتنافسية والعدالة، وأكدت أن نموذج البحرين لازم يكون رائد في قطاع ريادة الأعمال، حيث أن استطاع الكثير حيث تمكن عن كثير من الشباب من تأسيس مشاريع صغيرة متوسطة. وهني نجي حق هذه نوعية المشاريع هذه اللي نفذت. طبعا كان في تشجيع لتأسيس مشاريع وفق الرؤية الاقتصادية، أن يشجعون الشباب يفتحون مشاريع. هذه المشاريع شنو قيمتها الاقتصادية الحقيقية؟ شنو القيمة المضافة لها على الاقتصاد الوطني؟ هذا هو السؤال اليوم المطروح من بعد إقرار الرؤية الاقتصادية وبرنامج ريادة الأعمال البحريني. وين القيمة الاقتصادية الحقيقية لهذه المشاريع؟ شقد فرص عمل خلقت ليد العاملة إلى آخره؟ شنو شقد زادت في الصادرات الوطنية؟ شقد ساهمت في تنويع مصادر الدخل؟ شقد ساهمت في مسألة التنمية المستدامة على المدى البعيد؟ هذا هو السؤال. برنامج عمل الحكومة، برنامج عمل الحكومة 2015-2018 طبعا ما منجي حق الفقرة الدستورية الخاصة بقرار البرنامج. ننتقل دايركت للفقرة الثانية اللي بالأحمر، محور التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية في بند خاص لاحتياجات الشباب وتنمية قدراتهم وتمكينهم، حيث أكدت على أهمية زيادة يعني البنية التحتية الرياضية والتنمية والتحديث المستمر للمراكز الشبابية. وهني اللي تلاحظون معي كل الأمور المطروحة في برنامج عمل الحكومة هو تركيز بالأساس على المنشآت، إن احنا نطور منشآت. وطبعاً احنا المفروض نسوي جردة، 2018 خلاص قربت، فالمفروض نسوي جردة. واحنا قاعدين نشوف نتابع الصحافة الحين في وزراء توهم يزورون بعض المناطق ويقولون راح نبني لكم مراكز شبابية، راح نوسع لكم النادي، راح نسقف لكم، راح نكيف لكم صالتكم، توهم في نهاية 2017. مبادرة إصلاح سوق العمل، هكذا ضمن المبادرات المطروحة بأن يكون في إصلاح لسوق العمل في البحرين. طبعا 2006 نجي إلى الفقرة اللي بالأحمر. على سبيل المثال جاءت أهداف صندوق العمل مكملة لمبادئ الرؤية الاقتصادية والاستراتيجية الوطنية للشباب في الجانب الاقتصادي، رفع كفاءة العمال، توفير وظائف ذات دخل مجزي، دعم المواطنين في تأسيس مشاريع صغيرة. وطبعا هذه المشاريع في النهاية صندوق العمل ساهم مساهمة لا بأس فيها في تخفيض معدلات البطالة، ساهم في أنه يخلي الشباب يفتحون مشاريع، يحصلون على شهادات تخصصية في بعض المجالات. بس السؤال اليوم المطروح بأنه على الموارد الضخمة هذه الموجودة، هل قام صندوق العمل فعلا بدعم فئة الشباب بالبحرين؟ هذا هو السؤال اليوم المطروح. وفي استراتيجية تمكين 2015-2017 الهدف العاشر أكد على دعم شريحة الشباب من خلال تشجيع ريادة الأعمال وتوفير البيئة الحاضنة. طبعا جت المبادرة الأخيرة هي بتأسيس وزارة شؤون شباب الرياضة. طبعا هذه أنا شخصيا كنت وجهت لها نقد بأن جت الوزارة في ظل أوردي تضخم مو
يعني مو مقبول يعني للقطاعات الإدارية المختصة بشأن شؤون الشباب. يعني على سبيل وزارة شؤون الشباب والرياضة إجت في وقت كان عندنا المجلس الأعلى للشباب والرياضة وهو ما زال موجود، فإحنا نسأل شنو دور هذا وشنو دور هذا. يقال بأن هذا دور تنسيقي وضع استراتيجيات وذاك دور تنفيذي، بس فعليا المجلس الأعلى للشباب والرياضة هو اللي يدير قطاعات الرياضة بالتحديد والاتحادات الرياضية. إن أكبر التحديات التي تواجه العمل الشبابي في البحرين هو تعاطي أكثر من جهة رسمية مع قطاع الشباب. فلدينا المجلس الأعلى للشباب والرياضة مشرفا على الاتحادات الرياضية، ولدينا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مشرفة على المنظمات الأهلية الشبابية، ووزارة التربية والتعليم مشرفة على الحركة الكشفية. فحدث يعني ما في أي وفي النهاية الحركة الكشفية أين وين وصلت؟ لا ولا محل، وفعليا وقفت من الثمانينات ما قاعد نسمع عنها. واليوم جتنا وزارة الشباب والرياضة، وطبعا الـ 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 تم نقل كثير من مسؤوليات مؤسسة العامة إليها. طبعا الاستراتيجية الوطنية للشباب تكلمت عن موضوع كثير مهم، الشراكة ما تكون من خلال وزارة الشباب والرياضة، تكلمت عن برلمان شباب، وهذا مغيب من المسودة الأولى في 2004 ولم يرى النور فعليا إلى يومنا. هني حاولت ان اجرد ان شلون في 2015 شلون مؤسسات القطاع العام تنافس مؤسسات الأهلية المنظمات الأهلية في موضوع التعاطي أو خدمة الشباب أو خدمة الأنشطة الشبابية. يعني على سبيل المثال في 2015 في الصيف، أنا نتكلم في إجازة الصيف، المؤسسة العامة للشباب والرياضة طرحت 365 برنامج في مجالات الرياضة والمسح والعمل التطوعي، تغطي 36 مركز شبابي وشارك فيها 24 ألف شاب وشابة. انجح صندوق العمل بعد أسسوا مدينة الشباب 2003، قاموا بعد بدورهم بدعم أنشطة فيها وشارك فيها ما قرب 3000 شاب وشابة. انجي وزارة الداخلية بعد دخلت في 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 معمعة البرامج الصيفية، وأطلقت معسكر شبابي للفئة اللي بين 12 إلى 17 سنة وشارك فيها حسب الإحصائية 1200 شاب وشابة، وطبعا كلف 194 ألف دينار دفعتها تمكين بالكامل. وفي شركاء بارتنر من شركات وهيئات حكومية بالتحديد. نجي حق عقب اللي هو المجلس على نجي عقب حق مركز الموهوبين، أطلق بعد مبادرة فيها 17 برنامج صيفي لخدمة 80 موهوب في مختلف المجالات. وعقب بعد تمكين يبين تمكين هي البول حق البيزات، ان احنا نمول الانشطة من خلال تمكين، اطلقت مع وزارة شؤون الشباب والرياضة برنامج ملهم، وهو جزء من مبادرة مدينة الشباب، ويهدف لتشجيع طلبة المرحلة الثانوية والتي تتراوح عمرهم بين 16 إلى 18 على ثقافة ريادة الأعمال. وبعد نرجع لوزارة التربية، أطلقت 14 نادي صيفي في مقرات المدارس الحكومية لاستفيد منها 5000 طالب وطالبة. وين الغايب في هذا كله؟ مؤسسات المجتمع المدني، الجمعيات الشبابية، بين هلالين الاتحادات الطلابية إلى آخره. ما في أي شراكة غايبة في وبالعكس هذا برامج منافس للمجتمع المدني. المجتمع المدني بيشتغل على قده، بيشتغل على الإمكانيات اللي عنده. الشباب البحريني ومطلب التمكين وإشكالية الاحتواء، هذا يمكن العنوان الرئيسي، العنوان الفرعي الثاني. بشكل عام الوزارات والهيئات الحكومية تعتمد في برامجها على موضوع، هذا أكدت عليه من قبل، على موضوع ان احنا ننفذ هذه الأنشطة وهذه المشاريع بكوادرنا الإدارية لندفع لها معاشات. ما في شراكة حقيقية مع المجتمع المدني، الجمعيات الشبابية مو موجودة، ما في شراكة مع اتحاد النقابات، ما في شراكة مع الجمعيات الطلابية. فعليا تنعدم فرص المنافسة بين المؤسسات الرسمية والقطاع الأهلي أو قطاع المؤسسات المجتمع المدني. وهني نأكد على أهمية إحياء المبادرات التشاركية بين القطاعين العام والخاص من جهة، والمنظمات الأهلية الشبابية من جهة أخرى. طبعا نتكلم أن فيه لازم يكون تنسيق مؤسسات المجتمع المدني نفسها وبين قطاع رسمي وقطاع أهلي، ولازم تكون في جهة رسمية موحدة للإشراف وتوجيه العمل الشبابي بالشراك، يعني تشارك مع فئة الشباب بالتحديد. طبعا في قوانين كثيرة أنا ما بعبر عليها، يعني مثلا قانون الطفل البحري، يعني في تقدير الشخصي مثلا أن المهم أن يكون في تحديد بأربع فئات،
يعني فئة الطفل، فئة الناشئة، فئة الشباب، فئة الراشدين على سبيل المثال. يعني يتم يعني التعامل القانوني أو التعاطي القانوني لازم يكون تعاطي جديد مع فئة الشباب. يعني هذه التعديل أو هذه الفكرة مقترحة تأتي في إطار تفعيل مورد في ميثاق العمل الوطني ودستور البلد اللي حدد صراحة الشباب بثلاث فئات، هي الطفولة والنشأ والشباب. عندنا قانون مباشرة الحقوق السياسية، طبعا مثل ما هو معروف كان في مطالبات بخفض سن الاقتراع ل 18 سنة، في دول مثل البرازيل والنمسا سن الاقتراع 16 سنة، فبالتالي أن سن الاقتراع اليوم خفض إلى 18 سنة وما نبي 16 نبي 18 على الأقل، فهي يعني وإصلاح النظام الانتخابي. فهالبوينتين كثير كثير مهمة لما نتكلم عن موضوع تمكين الشباب في الشأن السياسي. إصلاح النظام الانتخابي، جميع الدول اللي تؤمن بشراكة الشباب أو تؤمن بشراكة أي فئة مجتمعية وتبي تدخل المجتمع داخل المؤسسة البرلمانية تقوم بتعديل قانون الانتخاب وتعتمد النظام النسبي. طبعا النظام النسبي احنا مصادرنا نشرحه، بس هو معروف النظام النسبي يساهم بشكل كبير في تمكين فئة الشباب، المرأة وإلى آخره وغيرها من الأقليات في المجتمع على سبيل المثال. هني نجي حق الاستراتيجيات بشكل سريع جدا. عندنا الاستراتيجية الوطنية للشباب في الإمارات للعمل على إنجاز الاستراتيجية الوطنية. طبعا هالاستراتيجية أقرت من قبل وضعت بإشراف من وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في الإمارات والهيئة العامة لرعاية الشباب. طبعا وضع فيها 12 محور استراتيجي لتنفيذها. للعمل على إنجاز هذه الاستراتيجية تم التأكيد على أهمية الاطلاع على تجارب الدول الأخرى. أكدت الاستراتيجية على أهمية الاطلاع، طبعا هم اطلعوا على أفضل التجارب الموجودة في اسكندنافيا، هالدول الدنمارك والسويد، واطلعوا على تجارب جنوب شرق آسيا في إعداد استراتيجية خاصة بالشباب ووسائل تمكينهم ومنع حالة التضارب المؤسسي. تم تحديد وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة كجهتان مسؤولتان عن تنفيذ الاستراتيجية ونقطع السطر. وطبعا تم إيجاد هيكل إضافي هو مجلس الشباب ومن جيعكم. رؤية الإمارات 2021 هذه الرؤية كانت أيضا واضحة، تكلمت رؤية في بند الأجندة الوطنية عن موضوع تمكين الشباب وتطوير نظام التعليم وإصلاح سوق العمل وتأسيس الاقتصاد التنافسي قائم على المعرفة. وللتأكيد بالأحمر لتأكيد خطاها أعلنت دولة الإمارات عن أكبر عملية إصلاح إداري، طبعا كلنا تابعنا تشكيل الوزارة اللي صار قبل سنة ونص تقريبا، وتم في إقرار تعيين وزيرة الدولة لشؤون الشباب عمرها ما يتجاوز 22 سنة، وتم تشكيل مجلس الشباب الإمارات ترئيسه هي، وكان وهو ما زال هيئة استشارية حسب اللي قريته قبل فترة في الصحف الإماراتية بأن في تعديلات راح تقدم بأنه راح يعطى صلاحيات رقابية أنه بيراقب عمل الهيئات وزارة الثقافة وتنمية المجتمع والهيئة العامة لرعاية الشباب إيش قد وصلوا في موضوع الاستراتيجية، فهم بيراقبون عملهم وهذه خطوة جدا ممتازة. اللجنة الوطنية للشباب في سلطنة عمان في 2011 صدر مرسوم سلطاني بتشكيل اللجنة الوطنية للشباب تتكون من 28 عضو. وأيضا عندنا في الرؤى والبرامج الحكومية فعندهم الخطة الخمسية التاسعة 2016-2020 وفيها جت الخطة بشكل واضح، مسألة توطين سوق العمل، إصلاح سوق العمل وتشجيع الشباب العماني في ولوج ريادة الأعمال. رؤية الإمارات قطر 2030 أيضا تكلمت عن موضوع التمكين بشكل عام. هني أكدت هذه الرؤية اللي أصدرتها الأمانة العامة للتخطيط التنموي بدولة الإمارات بأن فئة الشباب هم الأكثرية وإلى آخره من وأكدت على موضوع إصلاح التعليم والاقتصاد وشراكهم في مؤسسات اتخاذ القرار. على فكرة قطر هي الوحيدة تكلمت عن موضوع المشاركة في اتخاذ القرار، يمكن يصير عندهم برلمان يكون أفضل برلمان في الخليج ما يندر. الاستراتيجية الوطنية للشباب السعودية طبعا هذه وضعت بخلال لجنة فنية شكلت من قبل وزارات حكومية برئاسة وزارة الاقتصاد والتخطيط. وضعت الاستراتيجية هذه بإشراف بعد من برنامج المتحدة الإنمائي، ركزت على 8 محاور رئيسية: التعليم، التدريب، العمل، الصحة، الثقافة، الإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات. المبادرة الثانية في السعودية هي المبادرة الأضخم وخذت زخم إعلامي، طبعا سمعتوا عنها، اللي هو برنامج التحول الوطني اللي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالسعودية. فبرنامج التحول الوطني طبعا ملامح
برنامج ضخم جدا، يعني يتكلم عن 551 مؤشر قياس، يتكلم عن 17 مكون رئيسي، وفي 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 برنامج موجه بالكامل الى فئه الشباب داخل برنامج التحول الوطني في موضوع تمكين الشباب اقتصاديا بالتحديد واصلاح سوق العمل. الكويت 2035 طبعا هي تكلمت عن موضوع الاصلاح الاقتصادي بالتحديد وتمكينهم في سوق العمل، ونجي ايضا اكدت رؤيه الكويت 2035 وتحت بند سياسات التنميه البشريه والمجتمعيه على تمكين الشباب والمراه في الكويت من خلال تطوير مخرجات التعليم ووضع برامج خاصه بالتمكين الاقتصادي تستنهض دور القطاع الخاص وبالتالي دور الشباب واصلاح سوق العمل. النقد الى هذه الرؤى بشكل عام هو التالي، بأن هذه جميعها ركزت على الجانب الاقتصادي وغفلت قضية الإشراك في مؤسسات اتخاذ القرار. بمعنى جميع هذه المؤسسات تعاملت ويا الشباب، نرجع للإشكالية الرئيسية، كفئة جزء من المجتمع. أنا عندي بأخذ المرأة بتعاملها كجزء كفئة، بتعامل ويا الشباب كفئة، هني هو الإشكالية. أنت ما تقدر تفصل هذه الفئة الحركية اللي تشكل 60% من مجتمعك وتتعامل ياها بهذا الشكل. إشراكهم مهم، تغيبهم حتى عن برامج اللي خاصة فيهم وموجهة إليهم هم ما راح تنفعك، وبالعكس راح يحسون بغربة بعد فترة في تنفيذ هذه المشاريع، خاصة إذا هذه المشاريع قامت تمس مسألة مثلا القطاعات، يعني تطرقت إلى موضوع التجديد الديني والثقافي وغيرها، راح تمس مسألة كثير خطيرة في تكوين هذا الشباب في الخليج. يعني أشكركم على حسن استماعكم، عذروني على الإطالة. نشكر الرفيق أحمد عبد الأمير عضو المكتب الشبابي بوعد على ورقته القيمة، والآن مع ورقة الرفيقة زهراء عبد الله عضو قطاع الشباب والطلبة بالتقدمي بعنوان سلام من صنع الشباب، فلتتفضل. سلام من صنع الشباب. في 17 كانون الأول ديسمبر 1999 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 120 أن 12 آب أغسطس سيعلن يوماً دولياً للشباب، عملاً بالتوصية التي قدمها المؤتمر العالمي للوزراء المسؤولين عن الشباب. ومنذ اعتماد مجلس الأمن قرار رقم 2250 في عام 2015، هناك اعتراف متزايد بأن إدماج الشباب في جدول أعمال السلام والأمن وفي المجتمع على نطاق أوسع هو عنصر أساسي في بناء السلام واستدامته. ويؤكد قرار آخر لمجلس الأمن على الدور الهام الذي يمكن أن يؤديه الشباب في ردع الصراعات وحلها، وهم عنصر أساسي في ضمان نجاح جهود حفظ السلام على حد سواء. ويخصص يوم الشباب الدولي لعام 2017 للاحتفال بمساهمات الشباب في منع الصراعات والتحول، فضلاً عن الاندماج والعدالة الاجتماعية والسلام المستدام. قد التزمت خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بتعزيز المجتمعات السلمية والشاملة، وأكدت أن التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها بدون السلام والأمن. ويهدف الهدف 16 إلى ضمان اتخاذ قرارات مستجيبة وشاملة وتشاركية وتمثيلية على جميع المستويات، كما يشجع برنامج العمل العالمي للشباب الذي يوفر إطاراً للسياسة العامة ومبادئ توجيهية عملية لتحسين حالة الشباب. كتب أحدهم في الشباب البحريني قائلاً: الاستثمار في الشباب ضرورة تفرضها التطورات التي يشهدها العالم المعاصر، ليس فقط لأنهم مواطنو اليوم وأجيال الغد مثل ما تعاهدت على ذلك الكثير من الكتابات، ولا حتى لأنهم عماد نهضة أي أمة ومحور مستقبلها وركيزة البناء القومي لأي موطن، ولكن لأنهم الصلة التي تجمع بين أجيال ومكونات أي مجتمع وتربط فئاته العمرية المختلفة، والصورة التي يمكن أن يستشرف منها حاضر أي أمة.
يشار على أن الفئة العمرية التي تتراوح بين 19 والخامس عشر عاما من الذكور أو الإناث تصل نسبتها إلى 59% من مجموع السكان لعام 2009، وهي الفئة التي تحل المرتبة الثانية من جملة السكان بعد فئة دون الخامسة من العمر، ويليها الفئة العمرية التي تتراوح بين 20 إلى 24، وتمثل ما مجموعه 53% من جملة السكان، وتحتل المركز الخامس في سلم ترتيب الفئات العمرية المختلفة المكونة للبنية الديموغرافية، ولا يسبق هاتان الفئتان المكونتان لمجموع الشباب سوى الفئات العمرية صغيرة السن، وما هو ما يجعل 65% من مجموع السكان تتدرج أعمارهم دون 30 عاما. أنجزت في البحرين في عام 2005 الاستراتيجية الوطنية للشباب، وهي ثمرة التعاون ما بين المؤسسة العامة للشباب والرياضة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكانت الاستراتيجية الأولى التي أكدت على الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المختلفة الحكومية منها والخاصة، ورابط الضروري بين التعليم من جانب والعمل من جانب آخر. بالمناسبة كان أعضاء جمعية الشبيبة البحرينية مشاركين مع ممثلين جمعيات المجتمع في وضع الاستراتيجية الوطنية. ما هي أهداف الاستراتيجية؟ جاء في أهداف الاستراتيجية الوطنية للشباب الآتي: تنمية الوعي والاحترام والالتزام الفاعل لدى شباب البحرين بالمبادئ والقيم التي حظ عليها الدين الإسلامي بمصادر التشريع المتفق عليها، وأكدت الوثائق الوضعية المتمثلة في ميثاق العمل الوطني والدستوري على أن ينبع ذلك من شعور عميق بالهوية والانتماء الوطنيين، خلق فهم أوسع في المجتمع البحريني للاحتياجات الشبابية واهتماماتهم وقضاياهم وأفكارهم إمكانياتهم وطموحاتهم، تحديد الجوانب الأساسية التي تستهدفها السياسات الشبابية وخطوات العمل، والتركيز على مساهمات الشباب ومواطن قوة الفريدة وإبرازها، بالإضافة إلى تعزيز الأفكار والرؤى الجديدة والخيارات الحديثة المبتكرة للتعامل مع القضايا التي تواجه الشباب في البحرين. ناهيك عن إيجاد آليات جديدة وفعالة من أجل خلق التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية في عملية نماء الشباب بما فيها المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب أنفسهم. في عام 2013 صدر عن الأمم المتحدة في اليوم العالمي للشباب: من كل عام نقف لنتذكر ما تحقق وما لم يتحقق من مسيرة الشباب للحصول على حقوقهم في التعليم والصحة والاقتصاد والسياسة واتخاذ القرارات والحياة العامة، وفي هذا اليوم فرصة تنتهزها منظمات الأمم المتحدة وشركائها لتأكيد أهمية دور الشباب في كل جهد ومسعى لتحقيق التنمية المستدامة وضرورة استثمار طاقات الشباب وحماسهم وإبداعاتهم لإيجاد حلول لحاجاتهم وإزالة المعوقات والتحديات التي أمامهم ودعمهم في تحقيق آمالهم وتطلعاتهم. لذلك تشمل احتفالية هذا العام العديد من الفعاليات التعليمية والأنشطة التي من شأنها زيادة مشاركة الشباب في المجتمع والحياة العامة، والعمل بشكل جاد من أجل تقليص الفجوة بين الشباب والمسؤولين بتوسيع نطاق الحوار والفهم المتبادل لإنهاء الإقصاء والتهميش والإهمال لهذه الشريحة الواسعة في المجتمع. في العام 2015 خصصت الأمم المتحدة في اليوم العالمي للشباب 12 أغسطس لمعالجة أوضاع الشباب تحت عنوان المشاركة المدنية للشباب، إذ أن الأموال الطائلة التي تصرفها الدول لتدعيم بناها التحتية لم تنجح في النهوض بمستوى تفاعل الشباب ومشاركاتهم بشكل فعال ومثمر في تدعيم مجتمعاتهم حسب البيان الوارد على موقع الأمم المتحدة. وأكد البيان على أهمية تفاعل الشباب ومشاركاتهم لتحقيق تنمية إنسانية مستدامة، ولكن فرص مشاركة الشباب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ضئيلة ومنعدمة. ويعزو الكثيرون تفجر أحداث ما عرف بالربيع العربي،
لشدة إحباط هذه الفئة الواسعة من الوضع المزري الذي رزحت تحته لسنوات طويلة. فالبطالة قرابة 28% من الشباب عاطل عن العمل، والفساد والقمع السياسي والضنك الاقتصادي من العوامل الكثيرة التي دفعت بهم للنزول للشوارع والساحات والمطالبة بحقوق لم ينعموا بها منذ نعومة أظافرهم. بالرغم من صعوبة الحكم نهائياً على الربيع العربي لتفاوت النتائج التي أفضى بها في البلدان التي شهدت ثورات شعبية ضد حكامها، فإنه من الواضح أن الشباب الذي مثل النواة المطالبة بالتغيير حرم من جني ثمار جهده وتضحياته. في إحدى البرامج العربية نقطة حوار طرحت هذه الأسئلة على الشباب العربي: كيف تقيمون أحوال الشباب البحريني مع حلول اليوم العالمي للشباب؟ إذا كنتم من فئة الشباب في العالم العربي، ما هو أكثر ما يشعركم بالإحباط في بلدانكم؟ إذا كانت لديكم تجارب إيجابية في مجال التغلب على الصعوبات التي تواجهكم كشباب، حدثونا عنها. في ظل الواقع الذي يبدو قاتماً، هل تتوقعون تحسناً في الفرص المتاحة للشباب في المستقبل؟ أسئلة تلامس واقع الشباب في الكثير من البلدان العربية. أوضاع الشباب في البحرين صعبة، وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تزداد صعوبة وتعقيداً، خاصة وأن سنوياً ينضم المئات والآلاف من الطلبة من الخريجين من الثانوية والجامعة إلى سوق العمل، ولكن بدون عمل يذكر، أي يلتحقون في صفوف العاطلين عن العمل. إحباطات كثيرة يصاب بها الشاب البحريني في ظل هذا الواقع الصعب. بكلمات مبادئ وأهداف استراتيجية، ولكنها لم تحقق تطلعات وطموحات الشباب. كما يزداد في مجتمعاتنا العربية كل أشكال التطرف والغلو والتفرقة، ويتصاعد دور القوى الطائفية والتكفيرية في صفوف الشباب لأسباب عدة، أهمها غياب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في أغلب الدول العربية، مما يفسح المجال أمام تلك القوى الإرهابية بالانخراط في صفوف الشباب مستفيدة من وسائل التواصل الاجتماعي، وفي بعض الأقطار العربية تراجع دور الدولة. وشكراً.